كلا لو تعلمون علم اليقين. أنو علم اليقين؟ والكلام للبشر كلهم، والكلام للبشر كلهم مؤمنهم وكافرهم. لو تعلمون علم اليقين، ايش هو علم اليقين هون؟ لاحظوا حتى نشوف ايش هو علم اليقين. اولا في سورة المدثر بتم سؤال المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إيش اليقين هون؟ فسر على أساس أنه الموت، وهو الحقيقة مش الموت، مش الموت، مش من معاني اليقين الموت، مش من معاني اليقين الموت، وإنما بالموت يتحصل للإنسان يقين. بتحصل ولا بتحصلش؟ إذن هو الموت لما بموت شو بصير؟ تتجلى أمام الحقائق. إذن اليقين هو الموت؟ لا، ولكن اليقين هو ما يتجلى للإنسان من حقائق بالموت. فإذن هو مش دقيقين إحنا لما بنقول حتى أتانا اليقين يعني أتانا الموت، لا، حتى أتانا اليقين يعني متنا فأتانا اليقين. ممتاز. في أواخر سورة الحجر شو بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شو هو اليقين؟ ما يكون بعد الموت من تجلي، يعني خليك عابد حتى الموت، زي ما قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طالما انت حي خليك في عبادة بشكل. إذن ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحجر آخر آية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أوضح لكم أكثر شوي. القيت لما كان واعد الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتصار في بدر، كان الرسول متأكد ولا مش متأكد؟ كان متأكد وعنده علم يقيني أن الله سينصره في بدر، ومع ذلك هذيك الليلة طول الليل هو اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، حتى إيش جاء أبو بكر من خلفه وكان رداء الرسول ساقط على الأرض فرفعه ووضعه على ظهره، يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. طيب فلما حصلت المعركة وكان الرسول قايلهم صلى الله عليه وسلم هنا يصرع فلان بن فلان هنا يصرع فلان، فما غادر أحد منهم مسرعه. لاحظوا إذن هناك كان علم يقيني عند الرسول، بس هون شو صار أمامه؟ عين اليقين، عين اليقين. إذن اليقين مستويات، في علم اليقين زي ما كان للرسول عنده علم بأنه سينتصر في بدر، وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، هذا علم، علم يقين، علم مؤكد، علم ما في شك، علم ترتاح له النفس وتسكن إله ولا يمكن تشكيكها، هذا اليقين. اليقين علم، لحظة، ترتاح له النفس بتشكش كل شيء تمام. لكن لاحظوا لما ثاني يوم في المعركة بدر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أول حصلت المعركة وهزمت قريش وصرع فلان في المكان الفلاني وفلان مكان، شو صار المسألة؟ عين اليقين. يعني اليقين معاينة مش علم، اليقين معاينة مش علم. هناك كان في عالم العلم، هون صار في عالم ايش؟ المعاينة. اذا استيقان بمعاينة، هون هناك استيقان عن طريق ايش؟ العلم. حق اليقين. كيف؟ حق اليقين. طيب ماشي، في مرتبة ثالثة بقولوها اللي هو حق اليقين. اذا عندك علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وهي وردت في القرآن، ثلاثة وردوا في القرآن، ثلاثة وردوا
في القرآن. خلينا حق اليقين شوية صغيرة. طيب إذا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين قلنا هم بمجرد ما ماتوا شو تتجلى أمامهم الحقائق، من ضمن هذه الحقائق بيشوف مقعد من الجنة ومقعد من النار. ولذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. اللي ايش؟ لانه اكثر ما بيرتدع الانسان بالتهديد اولا ثم بالترغيب. لو الناس اليوم بقول لهم الله، الناس اليوم بقول لهم اذا ما بتمشوش اذا بتمشوا تمام بعطيكم جنة، واذا ما بتمشوش تمام بحرمكم من الجنة، اكثر الناس بقول لك ما بدنا الجنة، مش هيك؟ اكثر الناس بقول لك عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، مش هيك؟ بس لذلك اللي بردعنا بالدرجة الاولى شو هو؟ لا هذيك بتخوف. لذلك الانسان دايما بين ايش؟ بين الخوف والرجاء، لازم هيك. هذه 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 اذا صح التعبير، يعني فلسفة الاسلام اذا صح التعبير، كلمة فلسفة اللي هو جعل الانسان دايما بين الخوف والرجاء مشان يتحرك، لا هو باليائس ولا هو بالآمن، مش هيك؟ إذن يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لازم تكون بين التنتين، بين الخوف والرجاء دائما، الخوف والرجاء، تمام؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لذلك هو يتجلاله، تتجلاله حقائق الآخرة. بس سؤال لكم، هو لما بيموت بيشوف مقعده في الجنة أو النار؟ هو بيشوف صورة. واليوم صارت بالنسبة لنا إيش؟ بالنسبة لنا إيش؟ مفهومة. اليوم مش بنصور ومنوريك، بنصور ومنوريك، أنت بتشوف صورة. بس لما تشوف صورة غير لما تكون إيش؟ أمامك، غير لما تكون أمامك. أنت لما تشوف صورة بتكون أخذت العلم، العلم اليقيني. هاي صورته، هاي صورته، بس بعدك ما عاينتوش هو، ما عاينتوش هو، تمام؟ لذلك هو لما بيموت أمامه تتجلى الصور كلها، ومن ضمن ما بيشوف بما فيه المؤمن شو اللي بيشوف.